اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم امريكا من جوه شبح. طب دلوقتي هوريكم المكان اللي جوه الجامعات ازاي بتطلبه، يعني ازاي بتاخد اللي انت عايزه. طب الاول سوايب الكارت بتاعك وبعدين كل حاجه ليها رقم، تختار الرقم بتدوس على الرقم. بص بيختارها وبتيجي من فتحة معينة زي ما تيجي من هنا تاخدها. هوريكم التجربة تاني. بصوا كل حاجة هنا ليها رقم، مثلا A2 A1 A3. انت بتيجي مثلا اول ما تحط الكارت كده ماشي، بعدين بيقول لك اختار بوردك. فانا مثلا عايز بصوا انا اخترت المشروب ده. شوف دلوقتي اللي هيحصل ايه. اوكي انا اخترت دلوقتي المشروب ده. شوف دلوقتي ده اللي انا اخترته. مشاور ومكسوف يعني. No, 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 no